مين معجبة أمل؟ ليش عم تكذب يا كذابة؟ السلام عليكم حبايبي، كي دايرين؟ غاية كيفكم؟ ازيكم؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ هلا بحبايب شيماء وين ما كانوا؟ جايز، كان من المفترض انه انزل لكم فيديو امبارح بس صراحة ما نزلت لكم اياه، كنت شوي مرضانة وخبرتكم هاي الشغله على الانستغرام، وفي كثير منكم بعثوا لي رسائل كثير حلوه انه الله يشافيك وادعي وحركات. شكرا كثير كثير لكم يا جماعه، عن جد هاي الشغله كثير بتعنيني. وانتم اذا لساتكم مانكم مشتركين معنا في الانستغرام، مانكم متابعيني، تابعوني في انستغرام، حتلاقوا كل الروابط بصندوق الوصف وكل شيء، هيك كرمال تكونوا قريبين مني واكون قريبه منكم، لانه في شغلات بتصير بحكي على الانستغرام بتجي هيك فجاه ما بقدر احكي على اليوتيوب. فتابعوني على الانستغرام واشتركوا بالقناه اذا مانكم مشتركين بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر، وكمان خلونا نعمل حملة توصيل حبايب شيماء للمليون مشترك. بدي اوصل للمليون مشترك بعيد ميلادي ب10/3، فبشهر الثالث يعني. عن جد كثير متحمسة لهي الشغلة وحتكون أكبر هدية قدمتوا لي إياها. سو بدون لا نطول عليكم كثير بالحكي وبالمقدمة، فيديو زي ما قلت لكم اليوم حيكون عبارة عن فيديو تسلية، هيك بدنا نقعد ونتحدى أمل ونضحك ونشوف هيك شو حيصير، لأنه صرنا زمان عن فيديوهات تحديات وهيك. فا يا لهيك حنعمل هلا تحدي مع أمل. ايه كمان نسيت شغله، انه بكره حينزل فيديو جديد بالقناه الانجليزيه، اللي لسه ما انه مشترك بالقناه الثانيه اللي بحكي فيها باللغه الانجليزيه حيلاقي الرابط تبعها بصندوق الوصف، اشتركوا بكره حينزل فيها فيديو جديد. هاي او ماي جاد، حنعمل تحدي كاشف الكذب، لاي ديتكتور. جاهزه؟ هلا حط خط الدراسه على جنب وحنبلش. ما عندي اسئلتك يا، شو يعني ما عندك اسئلتك؟ يعني رح نعمل تحدي كاشف الكذب. انت لك مو انت، مو انت اللي حتساليني، انا اللي حاسالك، انا محضره لك اسئله نار. ايه وانت ما لا انا ما حتساليني. لا مستحيل. هيك والله هيك، ليكو ها حنحطه هون. امل هون كانت هي عم تدرس هون بالصالون، فحتحط الدراسه على جنب، حتحط الحفظ على جنب، وحنيجي هلا نتسلى شوي وبعدها بتكملي دراستك. قعدنا يا جماعه، ليكو امل جايه هون. جاية هون وهيك مهنا، مانك مرتاحة؟ خايفة؟ لا لا خايفة من الكهرباء. خايفة من الكهرباء. أنا حضرت لك أسئلة على فكرة، كنا مجربين التحدي، جربناه في قناتها، جربناه في قناتها صح، فأنا في قناتي ولا مرة جربته، وجا عبالي هيك يعني إنه ننبسط يعني نتسلى. فليتس جو، وحنجيب هاد يعني الكرتونة تبعه، هذا هو الجهاز تبع كشف الكذب، وكل ما بنسالها اسئله حنحطه هيك. هلا انا بعرف شلون. حنحطها هيك ونشوف امل اذا كانت حتكذب علينا او لا. جاهزه؟ اول شيء بدك تحطي ايدك. بني حط ايدك دقيقه. لا 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 لا، ليش لحت بدي عشان يضل هيك كلاسيك. يلا سيري، حطي يديكي. هلا حنورجيكم يا جماعه، حنورجيهم ليكم. لا ما متسكري منيح، لانه اذا تكهربي. لا بدك تتكهربي. دقيقه، شيل الخاتم، شيل الخاتم، يلا تكهرب معه. والله انا متحمسه. ليتس جو، حطي ايدك. شي لايك ما بعرف، والله شكلها امل حتتكهرب. ما متسكري منيح بليز، لطفا. لا حنشكرني. حنسألك أول سؤال، حأسألك إياه هو شو حابة تحققي. على فكرة استنوا، هي كل ما سألت إذا كذبت علي حأضربها ضربة. كل ما شو ضربة؟ شو ضربة؟ رح يكهربني أصلا. ما دخلني، كل ما كذبت علي بتتكهرب وبتنضرب ضربة. لا لا لا، ما في ضربة، ما في قاعد. شو هاد؟ أنا هيك بدي، أنا هيك بدي. المهم اسألي تحدي، أنا اللي تحديتك إياه. فحنسألك سؤال، إذا كان صح يعني وانت حتجاوبي، اذا كان صح فحيقول انه صح، اذا كنت عم تكذبي حيقول انك كذابه. لا ممكن انه هو يكذب، ما دخلني انا، نحن حنمشي عليه. هو هلا هو كل شيء. بليز قول صح. السؤال الاول هو شو حابه تحققي بسنه 2020؟ دقيقه، جاوبي اول شيء. اعملي اون. حنعمل اون، جاوبي اول شيء. شو حابه احقق بسنه 2020؟ قولي شغله واحده، بعرف انه في كثير شغلات بس قولي شغله واحده. حابه اوصل ل 500,000 مشترك على اليوتيوب. اوكي. ماي جاد، كثير بحس بتوتر. لنشوف لك سلام. صح هلا. لا
بدي ما بدك ما بدي اياكي انت انت ما بدك بس توصل ال 500 بدك توصل المليون ليش عم تكذبي علينا كذابه ها استنوا السحقه من هون الضربه مني تعالي. لا شو ضربه مني شو ضربه شو ضربه انا هيك يعني تعالي هي ايدك 1 2 3 انا اصلا ما بضربها قوي اصلا 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 مكاشفه كذب بدون يعني هيك ما تتكاربي في الاول انا متوتره ما بعرف حط لانه بعرف قد ايه بيوجع وعن جد بيوجع كثير لانه كنا مجربينه عن جد او ماي جاد والله انا مبسوطه انا مبسوطه يا جماعه اذا وصلتوا هذا الفيديو لاكثر من 50,000 لايك انا حاقبل انه هي تعمل لي كاشف الكذب يعني انه هي تتحداني اذا وصلتوا ل 50,000 لايك يا جماعه واشتركوا في القناه كمان السؤال حنبلش السؤال اللي بعده شو هي الشغلة اللي بتكرهي فيني انا لا 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 استني بعرف 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 رجعي رح يكارفني حنعيد مرة ثانية يعني شو هي الشغلة يلي بتكرهي فيني انا الشغلة اللي بكره فيكي انه كتير عصبية تمام حنشوف هلا هادي انا بكرهها هلا عادي بدنا شيطان رجيم بنشوف اذا عن جد لانه انا عصبيه هلا حيقول للصدق مرة يعني انت حتصيري تجاوبي وسط وهو عم يقول تتتتتتت فاهمه شلون لا 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 في شلون لا لا مشان يكون ما جاوب لا مشان يكون في حماس حط ايدك واخ لك حط ايدك كثير بيوجع لا ما تسكري لازم يكون هيك نحن بالعدل نحن بالعدل بنمشي لا مش شيطان رجيم السؤال ولي وين انا كون صادق شوي انت كون صادق ايه السؤال يلي بعده انا شو جابني على هالتحدي اصلا كنت بحفظ بذاكر هيك لحالي السؤال اللي بعده هو شو اكثر شغله انت ندمتي عليها استني لجاوبي هلا اكثر شغله ندمت عليها جاوبي اكثر شغله ندمت عليها هي انه قصيت شعري تمام هلا بنشوف اذا عن جد لا راح عودي ديري يا دكتور صح زين الان بس استنى جايز جايز والله ما بكذب لا لا حط لا 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 حط ايدك حط ايدك هذا السؤال يا جماعه امل حنشوف عن جد اذا عم تكذب ولا ما عم تكذب عن جد شو لا ما بكذب سو امل حاسالك السؤال اعملي هيك كهرباء لانه تكهربتي كثير مرات السؤال رح اموت امل هل انت معجبه بحدا جاوبي هلا انا غير معجبه ولا حدا ولا حدا ولا حدا هلا حنشوف ما هو انا بعرف كل شيء عنه صراحه يعني بتقلي اسراره بس هلا حنشوف اذا عن جد يلا اعملي تت تت مزهزه لا رح يطلع لي كذابه مره ثانيه هلا حنعرف اذا عن جد معجبه ولا لا جد ما بكذب ماني معجبة لك مو ضروري تكوني معجبة بشابة وكذا يعني مين معجبة قولي فيني لا ابدا شكرا ضلت عليك بس هو ما بيكذب هو قال انك لا كل شيء كل شيء ما بصير شيء ما عصبية كثير وانا بكره فيها الشغلة وكذب فيها ما بيصير كل شيء عنده قبل هلا كذابة فيه لا
ليش ما تسوي انت؟ انا كل دقيقه بكهرب. انا اذا وصلوا الفيديو ل 50,000 لايك حنعمله، وحتساليني اي شيء بدك اياه وتكهربيني لما لما ما بدك، بس اذا وصل الفيديو ل 50,000 لايك. 1 2 3 جو. السؤال اللي هو هل كذبتي في الاسئله السابقه؟ كذبتي فيها؟ لا ما كذبت في الاسئله السابقه. كل شيء كان عن صدق. انت ما كذبتي في الاسئله السابقه؟ لا ابدا. طب ما راح اكذب وما بدي اكذب وهذا راح يكرفني. هذا مهم بعد السؤال. هذا السؤال والله ماني كذابه. اوكي اوكي ما كذبت. امل هل كذبتي في الاسئله السابقه؟ العيد جاوبي في الاسئله السابقه. انا لم اكذب. تمام. في الاسئله السابقه لم تكذبي؟ انا في الاسئله السابقه ما لا لم اكذب. تمام. اتوقع انه بيقيس على التوتر لانه انا متوتره. هلا ما بعرف ليش متوتره انت اصلا يعني. لانه بكهرب. 1 2 3 حنعرف هلا امل اذا كذبت بالاسئله ولا لا. بالاجوبه مو الاسئله. اصبر. لا 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 لانه صحيح. عن جد صحيح؟ ايه. هذا اخر سؤال وهو امل هل في شيء مخبياه على متابعينك؟ سر، خبر، مفاجأة، في شيء مخبياه عن متابعينك؟ جاوبي. صراحة في مفاجأة حاليا ما بدي اقولها بس قريبا حتعرفوها. مش قريبا يعني شوي بعيد حتعرفوها بس مهم. مفاجأة كتير حلوة. انا صراحه هون حنكتشف اذا الجهاز صادق او لا لانه انا بعرف انه في مفاجاه. هذا الجهاز جهاز فاشل، جهاز كذاب. مو اختي كذابه، هو الكذاب. عن جد اي شيء عم قوله صح بيطلعوا. هلا بدنا نعرف مين الكذاب يعني هو ولا يعني. شوفوا سؤال اخير، انا عارفه انه في مفاجاه صراحه فما كذبت فيه، فمعناته انه امل صادقه ونحن قاعدين عم نقول عنها كذابه. بس كذبتي علي بشغله ولا لا؟ لا والله ما كذبت. لا والله ما كذبت. بس هو قال عنك كذابه. كذبتي عليه هو كذب. هذا رح كسر اليوم، رح كسر اليوم. في حدا كذب علينا بالموضوع. جايز لازم تتابعونا في الانستغرام لانه في شغلات عم بيروحوا عليكم انا وامل بالانستغرام كثير بتجنن. بس عن جد الزنزانه الاخيره اللي تزنزنها بدي اجرب. تمام حلو هاي. بس سؤال واحد. لا شوفوا سؤال واحد، حتسالني سؤال واحد مشان تجرب، بس مشان تعرفوا انه انا انسانه ديمقراطيه. بس جايز اذا بدكم اعمل فيديو انا هي تتحداني بدكم توصلوا الفيديو ل 50,000 لايك. تعالوا يلا سأليني سؤال واحد. شو السؤال اللي خطر في بالك؟ بعرف انه ما عندك اسئله ذهنيه. يلا انا رح اسوي سؤال، رح اسال سؤال بسيط. هو انه شي ما في شي مره كذبتي على اختك اسمها امل؟ شي مره كذبت عليكي؟ لا ما في مره كذبت عليكي صراحه. ما في لا متاكده. لا انا بلشت اتوتر هلا. ينعل هذا الجهاز. عن جد والله بكهرب منيح. يا جماعة ما عاد بدي شو دخلني انا بهالموضوع. شفت ايدك؟ لا حتى ايدك. طيب روحي نامي هلا. شايفين يا جماعة الصدق في محياي. الله يصبرني بليز عن جد. كمان خاطري مشان ما يضيع مرة ثانية.
او ماي جاد جايز، هذا الفيديو عن جد استمتعت فيه داخل اعماق قلبي عم صور، وانا هيك كثير 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 فرحانه ومبسوطه وعم بضحك وهيك، ما بعرف ليش بس فرحانه. للاسف يعني انا هالايد عن جد اتكهربت كثير، راحت مسكينه. بس احلى شيء ما انتبهتوا انه امل عم صور فيديو ببيجاما، جد دهمتها هيك اقتحمت عليها قلت لها بدون دراسه خلينا نلعب وكهربت السما وانا منكوشه. بس اوكي جربنا التحدي الفاشل اللي كان فاشل. جايز اتمنى انه الفيديو يكون نال اعجابكم، انبسطوا فيه كثير منكم. انا ما انبسطت. اعملي هيك انا بكيت اعملي هيك تحديات مع امل ضحكي وكذا، فخرجت شوي من جو الفلوجات لانه هالايام كنت عم بعمل لكم فلوجات كثير، وحبيت اعمل لكم هذا التحدي مشان كسر الروتين ونمزح هيك ونضحك. وفي شغلات جايه ثانيه محضره لكم اياها، فاللي ما مشترك يشترك بالقناه، وبكره ان شاء الله حينزل فيديو بقناه الانجليزيه، فكمان اشتركوا بالقناه الانجليزيه وتابعونا على الانستغرام اذا بدكم امل تكهربني. وصلوا الفيديو ل 50,000 لايك، وكمان قناة أمل موجودة بصندوق الوصف، فيا كترنا كتير، نشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم، خليكم بالراحة.